دلوقتي ننتقل بقى ونشوف كابتن نادر السيد فاكر مسيرته لانهي دوري. يلا. اول مباراه دوليه في مسيره كابتن نادر السيد. الاردن 92 1-1. كمين المدرب؟ كابتن جوهر الله يرحمه، كان عندي 18 سنه ونص بالظبط. من اللاعب الذي تصديت ضربه الجزاء امامه في مباراه نصر وكوت ديفوار في دور الثمانيه؟ ابراهيم بك حاجه كده بكايوكو صح، ابراهيم بكايوكو ابكا ما اعرفش فاكر ابراهيم حاجه تمام صح تمام ابراهيم ديوماندي ابراهيم ديوماندي. اخر مباراه دوليه كانت النادي السعودي مع منتخب كوت ديفوار 2005 2-1 2-0. ضربات الجزاء امام شوتنج ستارز 96 مع الزمالك. ايوه. الفريق النيجيري ضاع منه كورتين، اللي حصل فيهم بالظبط؟ واحده صدتها واحده في العرض. عدد المباريات الدوليه كابتن نادر السيد؟ على الفيفا 110 بس هي 115 اعتقد، ما بين 110 115. المحتسب رسميا هو 111. 111 هي ما بين كده وكده صح. ضربات الجزاء امام اشانتي كوتوكو الغاني في 93. ايه اللي حصل فيها برضه من ناحيته؟ 7-6 ضربات الجزاء انا فاكر. وبعدين انا صديت الضربه اللي هي يعني خلاص احنا هنخسر، بعد كده صديت واحده او واحده طلعت بره اعتقد، والاخيره صديتها اللي هو المكسب بتاعي. صح، صديت واحده وبعدين واحده طلعت جنب العارضه وبعدين صديت الاخيره. مظبوط.